عزيزتي الفتاة، تأكدي باللي أنه مادام ربي محرم شي حاجة من أجلك إلا وعندك فيها مضرة أكثر من المنفعة ديالها، وربما ما فيها حتى شي منفعة. أنا عارفة باللي أنه في حلقة الليلة خاصني نقول حتى عزيزي الذكر، ولكن ركزت على الأنثى لأنها بطبيعتها كتفكر وكتغلب عليها العاطفة، وهاد العاطفة كتقدر تخرج عليها وتخليها تطيح في شي كوارث اللي من بعد ما تقدرش تسيطر عليهم. وما نكروش بلي انه حتى الذكر كتسيطر عليه الشهوة، ولكن انت هي الساروت، فاذا حليتي باب المطلوب حليتي باب النهش والاستهلاك، وهذا الشيء كله غادي تكتشفوه معايا في حلقة الليلة. الهم والسواد اللي تسببات بعلاقة محرمة اللي انتج عليها واحد المخلوق اللي هو مظلوم، اللي كيعاني اليوم من نظرة وألقاب المجتمع. ضروري تشوفوا حلقة الليلة باش تستفدوا منها ككل مرة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. بغيت نبشركم بلي انه حلقه الليله بالنسبه للناس اللي كيطويو الحوايج ولا الناس اللي عندهم شي اشغال طويله ولا عندهم شي حاجه اللي هي كثيره، حلقه اليوم تاكدوا بلي انها غادي تونسكم وما غاديش نقسمها لكم على جوج اجزاء، ولكن حلقه تستحق المشاهده وملي بالمشاعر اكيد. انا عارفه بلي انه بزاف منكم اللي مازال ما خرجش عطله، ما يبقاش فيكم الحال، حتى انا ما خرجتش هاد الساعه عطله، ومن البارح خسرت ليا لاكليم. اذا كنتو كتلاحظوا شوفوا وجهي راه كيبري بالعرق، جا المعلم يقضى ولكن مازال ما تقداتش مزيان، ولكن اصريت باش انني ما نغيبش عليكم باش نونسكم اذا كنتو كتحسوا بالملل. حلقه الليله ضروري تسمعوها وتستحق الفرجه. غير بغيت نقول لكم قبل ما ندخلوا في الحلقه، ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفك حتى شي مجهود، ولكن انا تعاوني بزاف. خير ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا اسيا، اول مره حليت عيني حليتهم على ماما وعلى بابا، كنا مجموعين بحكم انه الخدمه تاع بابا كتشرط عليه انه ينتقل، فمره مره كان تيجي لعندنا عايشه مع ماما راس في الراس، ماما اللي كتموت عليا وكتسطع عليا. حتى لهنا اتفقنا، ولكن غادي نعطيكم معلومه اللي غادي تبدل لكم المجرى ديال القصه واخا مازال في البدايه ديالها. في الاصل هاد ماما ماشي ماما، ولكن جداتي ماما بابا الحقيقي، وهذا بابا ماشي بابا، هو عمي وولدها. بحكم حليت فيه عيني تنقول ليه بابا وهي كنقول ليها ماما، والحاجه الزوينه انهم هذا الشيء كامل كانوا مصالحيني به وانا مازال باقا صغيره، يعني ما لقيتش فيه مشكل. في ماما الحقيقيه ولا بابا صراحه ما كنتش مسوقه وما كنتش كنسول هذه الاسئله. اول حاجه كنت صغيره، وثاني حاجه عندي ماما في الدار اللي كنبغيها وكتموت عليا، فما كتهمنيش ديك اللي لاحتني. هاد ماما اللي هي جداتي كانت كتسطع عليا وكتموت عليا بشهاده الجميع بقوه ما انا عزيزه عليها، كانوا كيقولوا الناس كانت كتبقى كتولكلني حتى كنرد اعزكم الله. ويا ويل يا ويل شي حد يمشي يفكر انه يدوي معايا ولو غير بعينيه. كنت نمشي انا وياه عند العائله ونجي ونسافروا ونضحكوا، كانت تتفيقني كتغسل ليا كتلبسني. يمكن ماما الحقيقيه كنظن محال دير هادشي على قبلي، كنت عايشه مع حياتي الزوينه بزاف، كنت انا هي البنت المفشه. نقدر نقول لكم ما بين امهات الجيران والامهات اللي في العائله كانت ماما كتعاملني احسن معامله وانا الوحيده. حتى لواحد النهار غادي يوصل الاجل ديالها، داك النهار اللي عاقله عليه بحال اليوم اللي جا بالجمعه في شهر 12، كنت نقرا في الابتدائي. فيقاتني وقالت لي نوضي تمشي للمدرسه حيت انا غادي ندوش باش نصلي الجمعه في الجامع. قلت لها واخا ومشيت للمدرسه. كنت خارجه مع العشرة، وصلت للدار تنصوني كيجاوب حتى شي حد، والغريب انني كنت كنسمع في الدار القران مطلوق. دخلت لعند الجيران بقيت معاهم من الظهر. ديك العشيه المفروض انني نقراها، ولكن الاستاذ قال لنا ما غاديش نكون. وصلت 11 ما جاتش، وصلت 12 ما جاتش، مورا الظهر ما جاتش. انا بديت كنتخلع، وحتى الجيران مع كنا ساكنين في عماره واحده وكنا بحال العائله وهما عارفينها وحفظوها باللي انها اذا بغات تخرج كتصوني عليهم في التليفون، ولكن ما وصلت حتى شي حد من الجيران داك النهار. انا والدراري ديال العماره مشينا تنقلبوا في الجامع، ما لقينا فيها حتى شي حد، مشينا كندورو في الدروبه والو. انا كنعرف على ماما وقت ما كانت بغات تخرج كان عندها واحد التليفون اللي كان ديال العظم داك الصغيور في البيض، كتبقى ديما شاده في يديها كتقول لي بعلى قبلي باش انها تسول فيا. غادي يطلعوا الجيران قدام الدار ويتسناو حتى داك القارئ كيحبس القرايه وكيصونيو عليها في التليفون، وهنا كيسمعوا بلي انه التليفون ديالها كيصوني وسط الدار. شنو غادي يديروا في نظركم؟ واحد جارتنا غادي تكلف باش انها تخرجني باش ما نحضرش اولا نشوف شنو تيوقع، وتلفني بيد ما يلقاو لي ماما. هنا الجيران تكلفوا انهم يفرعوا الباب، وانا راجعه مع جارتنا غادي نلقاهم حلينو حلي الباب. ما عرفش كيفاش حلوه، كندخل كيبان لي الباب نتاع المرحاضه عزكم الله مردود، والزاج اللي عندنا فيه كان تيبين الخيال. فاش دخلوا عليها لقاوها جالسه في الدوش ولويه عليها الفوطه
وحط صبعها فوق فخذها ودير الشهاده. انا اول حاجه درت هزيت التليفون ديالي ودرت النمره نتاع بابا. الو بابا اجي دابا، راه ما عرفتش مال ماما طايحه في الدوش. قال لي واخا راني جاي. الجيران تيخرجوني وكنبكي ونغوت وهما كيعاودوا يرجعوني. واحد اللقطه كنت هابطه انا والدراري والبنات نتاع الجيران قدام العماره، زعما انهم لاهيني باش ما نطلعش للدار. فاش غادي نطلع غادي نلقى ماما مسكينه بالكفن ديالها في المراح وسط الدار والباب محلول. بقيت واقفه كنشوف فيها، تبلوكيت وما عرفت ما ندير. في الليل جا بابا معطل، دارت الجنازة، جات العائله. من بعد كلشي البيبان تسدو، اللي كانوا تيبغوني فجاه ما بقاوش تيبغوني. شكون غادي يشدني؟ مع من غادي نبقى؟ مع الخدمه نتاع بابا ما كتسمحش انني نجلس معاه. ماما اللي هي في الاصل جداتي كانت عندها واحد اختها اللي كانت قريبه ليها، مشيت معاها جمعت لي حوايجي وداتني. هاد اختها الطبع ديالها قبيحه، ماشي غير معايا، مع كلشي، وعندها غير نيشان، غير هي كانت مهليه فيا، ولكن اغلبيه الوقت كانت قبيحه. كانت كتغسل ليا، كتوكلني، كتحفظني. المشكل ديالها ما كتبغيش لي يكون حسن منها ولا حسن من ولادها. واخا الخدمه نتاع ولادها تبارك الله راه كيف دايرين. وانا معها باقا كنتذكر فاش كنت صغيره كانت كتقول لي تكبري شويه وتدخلي تعلمي الحلاقه، مع العلم انه ولادها قراتهم مزيان وكلهم في ميادين كيف دايره. ماما ماتت في شهر 12 2006، غادي نكمل قرايتي في المدينه اللي فيها هاد خالتي، قريت حتى للرابع. وكانت صعيبه هاد خالتي، كتضربني، وبعد المرات اذا حطات شي حاجه ونساتها كتقول لي انت اللي حطيتيها هنا. وليتي يزيد يقلقني اكثر فاش كتوصل شي عطله كتمشي كتقول بابا اللي مربيني اللي هو في الاصل عمي اجي هز بنتك، انا بغيت نرتاح، بغيت نسافر مع ولادي. وبابا مسكين خدمته ما كتسمحش ليه باش انه يهزني ويبقى كيدور بيا، خصوصا انه خدام غير مع الرجال. انا ما تاقلمتش مع الاسلوب الجديد ديال العيش، خصوصا انه ماما اللي كانت مفشاني، والحاجه اللي حطيت عليها صبعي كتحيدها منها وكتعطيها ليا. بين ليله ونهار كتلقاي راسك بوحدك. بابا ما عندوش حل الا انه يديني معاه. حتى واحد النهار واحد صاحب بابا شافني معاه وقال لي راه بنتك غادي نديها لعند مرتي تبقى معاها وتبقى حتى مع بناتي الصغارات. فعلا بقيت معاهم وكانوا تيعاملوني بحال انا منهم، كتلعب مع بناتهم، خيرهم كان سابق عليا. بقيت هكا حتى كتبدا القرايه. غادي نعاود نرجع من جديد عند خالتي حتى لواحد العام. قلت ليه ما تليش بغيت نبقى عندها، غادي يهزني ويديني لعند عمته اللي كاينه في مدينه واحده اخرى. جلست معاها، هاد عمته حتى هي لاباس عليها وعندها الفيلا ومسكنه معاها شي ناس اللي ما كانوش فحالهم، وقطعت عليهم الموضوع حيت كانت بغاتهم انهم يخرجوا. المهم هاد القصه بغيت نقول لكم انه هاد الناس اللي ما فحالهمش هما اللي لقيت فيهم الخير. ديك السيده كانت كطيب لولادها، كنت ناكل من ماكلتها. وهذيك عمتي كانت كبيره في العمر، غربت عليها وبقاتش قد عليا، وانا ما تليتش باغا نمشي نقرا وغير جالسه في الدار وما كاينش اللي يحفظني. فاش غادي يجي بابا ويشوفني بحال هكاك غادي يرجعني لعند ديك خالتي اللي هي اخت جداتي في الاصل. وهنا غادي نتكلم لكم على واحد السيد اللي ما هضرتش لكم عليه في الاول واللي هو بابا الحقيقي. بابا الحقيقي اللي كان عايش في بلاد وحده اخرى، اللي في الاصل كان حارق قبل ما نتزاد حتى درت 10 سنين. هاد المده كلها ما دار لا ورق ولا حتى شي حاجه، وهما يرجعوه يدخل المغرب. كيف قلت لكم في بدايه الحلقه انا كان في خباري باللي انه هذاك بابا في الاصل عمي وماما هي جداتي، هادشي اللي كنت عارفاه. ولكن ما كنتش مسوقه حيتاش كنت باقا صغيره وما كانش دارني في خاطري. ولكن فاش غادي يجي هاد بابا الحقيقي من الخارج انا ما كنتش عارفه القصه ديالو، وكنت مازال كنقرا في الخامس. حتى لواحد النهار غادي يجي عندنا للدار ويبدا يعنقني ويقول لي انا باك توحشتك، وما وراء الكواليس ديك خالتي كتقول لي ديجا ما تدخليش للدار، يجيب غير الفلوس ويمشي بحالو. انا ما تنقدرش نقول ليه هاد الهضره، ما كنتش عارفه علاش كتقول لي ما تحليش ليه الباب، ما تدخليش، يجيب غير الفلوس ويمشي. فعلا انا كنت نقولها ليه، ولكن ما تنقولش ليه هي اللي قالت لي. هو كان تيصحاب لي بلي انا ما باغياش وكنجري عليه، مع العلم انا كنت صغيره وما متقبلاش انه يكون هذاك هو با. من بعد 10 سنين غادي تشوفي واحد با كنتي اصلا حل عينيك على واحد اخر كتقولي ليه بابا. ما عرفتش شنو وقع لي انا ذاك. كملت العام ديال الخامس، جا الصيف وغادي ناخذ النتيجه ديالي، وها هما تيقولوا لي غادي تجمعي حوايجك وتمشي تعيشي مع باك. غادي نمشي نعيش معاه في دار ماما الله يرحمها اللي هي في الاصل جداتي. غادي نمشي نرجع مع الجيران القدام والناس اللي كنت نعرف من قبل. وهنا غادي تبدا قصه واحده اخرى، اكفس قصه من بعد الموت نتاع ماما. انا من جهه نظري تنقول اكفس حاجه تقدر توقع لشي ولد ولا بنت انه تكون عنده مرت باه. اكفس حاجه جيت لقيتو تزوج دغيا، كيفاش؟ بوحده اللي حمل معاها بالغلط، وانا داك كانت عندي شي 10 سنين. وهنا يا ساده يا كرام عاد غادي تبدا مرحله واحده اخرى اللي هي المعاناه مع مرت الاب. كانت كتعاملني خايب، كتضربني، كتحقر عليا، كتعدى عليا، كتنوضني نشقه،
انا مازال باقا في السادس. داك السادس غادي يقريه ليا بابا مسكين اللي مربيني في مدرسه خاصه، حيت رجعت ما حملاش انا ندخل نقرا في الحكومي، نفس المدرسه اللي كنت كنقرا فيها فاش ماتت ماما الله يرحمها، ماما اللي ربتني. حيت فاش تقلبات حياتي ما عقلتش واش ما رضيت ولا ما قديتش نواجه الذكريات. هو مسكين ضحى معايا وقراني في ديك المدرسه اللي كانت خاصه. اللي غادي يوقع واللي غادي نشارك معكم غير نقاط من بزاف ديال النقاط اللي عشت. الصباح مع السبعة باش كنمشي نقرا كنخرج بلا فطور، واذا نضت وحليت الروبيني نغسل وجهي كتوقف عليا وكتعطيني هكا الكاد ديال العصا وتخشي ليا راسي في المرحاضه عزكم الله، حيت حليت الروبيني بجهد وما خليتهاش تنعس. شحال من مره على الصباح كترجعني من الدروج كتسلخني وتقول لي علاش سديتي الباب بالجهد وفيقتيني، وكنجي مع 12 كنلقاها متكيه كتفرج. ويلا فتره اقسم بالله اقسم بالله اذا كنت كنجي مع 12 كنجمع الطبلون ونجمع الدار ونجفف ونسيق. الماكله ما كنتش كناكلها، اذا كليت تندير واحد الخبيز فيه الفرماج ولا شي حاجه بحال هكا، وحتى داك الفرماج اذا بغيت ناخده خاصني هو الاول نتشاور معاها فيه. وديك الوقيته كانت عندها 27-28 سنه، يعني ماشي شي وحده اللي هي كبيره. اقسم بالله اذا قلت لها في الاول يلا جات ديريني بحال بنتك وغادي نديرك بحال ماما، واش نقدر نعيط لك ماما؟ قالت لي شنو هو قدي قدك في الطول وتعيط عليا ماما؟ لا ربي امتحنها بيا، ولكن ما صدقاتش. كانت مضربه ديما هي وبابا اللي جا من بعد 10 سنين، ديما كتقول ليه انا ما عنديش بيت الناس، انا ما عنديش هذا، انا ماشي بحال كاع العيالات، وانا وبنتي كنعسو غير في الصالون حيت ولدت بنت. انا غادي نقترح عليها انه البيت اللي مدير بالسدادر تلاقيهم وتفرج من فوقهم واحد المنطه ويوليو بحال ناموسيه. فعلا داكشي اللي دارت، انا اللي مازال كنت باقا صغيره كان عندي العقل عليها كنعطيها الافكار وكتطبقهم، حتى دارت الناموسيه والبلاكار وحتى التلفازه. كانت هي خدامه عند واحد المراه كتمشي كطيب ليها وكتجمع ليها، واختي كانت باقا مازال بيبي، كانت مازال باقا عندها شي 10 شهور، كتفيقني مرطبه وندير لاختي الرضاعه ونرضعها ونبدل ليها ليكوش ونعسها ونمشي نجمع الدار نغسل الماعن. اذا اختي عاوتاني فاقت من جديد كنمشي كنهزها وكنلعب معاها ولا نشغل ليها التلفازه ونحطها حتى تنعس. كتجي مرطبه كتلقى كل شيء ناضي، من غير حاجه وحده اللي ما كنتش كندير هي الطياب، حيت هي ما كانش كتخليني. المهم هي كتجي كتلقى بنتها شبعانه نقيه والدار مجموعه، مره كتقول لك المزوينه ومره لا. المهم هي وقانتها لا غدا اذا ما كنتش قاريه كتفيقني مع 8 وتجي تحل عليا الباب، واحد الحله كتقفزني من بلاصتي، يلا نوضي تقعدي واش غادي تبقاي ناعسه هنا؟ وكنوض على سعدي وادي، نوضي تشقاي نوضي تصبني هاكي تسخري، ونمشي نتسخر ونعاود نرجع وتقول لي نسيت ما قلت لك هذه، سيري عاودي جيبيها. والحانوت مع العين كان بعيد، عمرها ما سمعت لا من فمي. انا اللي كنت كنصب الزرابي ونطلعو من السطح من التروازيام غير باش تحن عليا وتقول لي شي كلمه زوينه، ولكن والو. المهم بقينا غاديين على هذا الحال منين كانت عندي 10 سنين، نفس الروتين، ما كايناش الراحه وما كايناش حتى الطفوله. كنت كنمشي للمدرسه بيدي خانزين عزكم الله بجافيل، واللي خصني نفطر به انا كنتغدى به. كنجي من المدرسه لا ماشي باش نجلس ونراجع ونحفظ، لا حيت شبعني شلا اشغال منزليه كانت دايره فيا ما بغات. صباح سلخني وفي العشيه فاش يجي داك با كدير لي الفون دو تان في وجهي باش تغطي ليا الضرابي. باقا كنعقل واحد النهار غادي نمشي مقموشه للمدرسه، استاذات خرجوني وتيهضروا معايا، وهنا قلت لهم شنو كاين، ناضوا في المدرسه غادي يعيطوا على بابا اجي بغيناك. جاو قالوا ليه راه بنتك كتجي ديما مقموشه ومضروبه وبعض المرات حتى معضوضه، وراه مرتك اللي كدير فيها هذه الحاله، ما عرفتش واش ما كانش تيرضى ولا الله اعلم. قال لهم بنتي راه غير كتكذب حيت مرتي مهليه فيها. وهنا غادي تبدا عاوتاني معاناه واحده اخرى، غادي يمشي يقولها ليها، وهي شافت بلي انه راجلها اللي هو با ما كيتيقنيش، ورغم انه المدرسه هما اللي قالوها ليه. وهنا عرفت بلي انه واخا ما عرف شنو دير فيا ديك السيده ونهضر ما كاينش اللي تيقني. هي فاش سمعت هذا الشيء عاد ما زادت فيه، كانت كتضربني مره في النهار ولات كتضربني زوج حتى ثلاثه ديال المرات في النهار، راسي كتخشي ليا ديما عزكم الله في الطواليت. بابا داك اللي رباني في وسط هذا الشيء كله كان تيجي مره كيطلع ليا ويخرجني ويتقدى ليا كاع داكشي اللي خصني، حتى من البيموات نتاع شهر والشامبوان كاع داكشي اللي تيخصني، وكيعطيني الفلوس. فاش كندخل للدار كنقسمهم معاها بالنص. هادشي كله كيف قلت لكم على الله يحن قلبها عليا، والو. حتى لدابا بابا اللي معايا في الدار ما كيجيش في صفي. دوزت الاعدادي اللي داز صعيب، ما كنفكرش في القرايه نهائيا، كانوا تيجوني انهيارات اللي ما كنتش كنعرف ديالاش، كانت كتجيني واحد الدوخه وتنزرق، وكنحس بحال اللقطه اللي انا فيها دازت من قبل، وكنترفع وكنتزير وكنطيح وكنغوت وكنترعد. وسط هادشي كله تنكون تنسمع كاع داكشي اللي داير حدايا، ولكن ما تنقدر لا نحل عيني ولا نتحرك ولا ندير حتى شي حاجه. واحد النهار غادي يعيطوا على بابا في المدرسه وغادي يقولوا ليه اجي راه بنتك سخفات،
غادي يقول لهم انا ما كاينش، فغادي يعيط على مرتو باش انها تجي تشوفني. اقسم بالله الا انا في الجره ديال المدرسه وجالسه مع واحد البنت والحارس العام، جايه مرتبه مع واحد جارتنا اللي شافتني وتخلعات، مالك يا اسيه مال وجهك هكا؟ غادي تنطق مرتبه قدام الحارس العام، مالك ما كتسخفي في الدار؟ بقيت كنشوف، قلت لها ما غاديش نسكت على هادي. قلت لها فاش تنقول لك كتجيني الدوخه وكنمشي كنجري كنتكا، عمرك جيتي طليتي عليا؟ سكتات. من نهار عقلت على راسي عمرني ما تصنت لعظامي. والله العظيم الى لوجعت على الدوره الشهريه اللي تيجيني كنت كنحزم كرشي بالزيف ونوض نشقه، حيت فوق مني في الدار السلطه نتاع واحد الانسانه اللي ما كترحمش واخا تموتي. بابا اللي ولدني ما كانش تيصرف عليا نهائيا، كنت نقول له اذا كان هو السبب اللي غادي يخليها انها تتعامل معايا بهاد القساوه مرتبه انا خليته ليها. ما بقيتش كنجلس حداه ولا حتى ندوي معاه، انا اصلا ما متقبلاش. عرفتوا نساو هاد المعاناه كامله اللي عشت، اجي نعاود لكم على بابا اللي ولدني واللي عايشه معاه. تيقولوا لي العائله ديالو بلي انا ظريف وحاجته ما ديالوش وسخي، ولكن بابا اللي كان كيتعامل معايا ديك الوقت ما كيمثلش نهائيا داكشي اللي كان كيتعاود عليه. هادشي ما غادي نعرفو حتى من بعد، غادي نكتشف بلي انها كانت كتحرشني عليه، بلي انه كيتبعني للمدرسه وكيسول عليا. انا داك كنت في سن المراهقه، كانت يصحاب ليا بلي انه كانت باغا ليا مصلحتي وكتنبهني، ومع الزيار اللي كان داير ليا هو كان بزاف. عندي توقيت محدد خاصني نكون فيه في الدار، اذا خرجت من المدرسه ما نفوتوش اولا نجي نلقاه ليحيي حوايجي فوق الارض. سبحان الله العظيم كانت عنده واحد الطريقه ديال العنف خايبه بزاف وقاسحه. شحال من مره كنت كنتناقش انا وياه، تيحل باه وتيقول ليا سيري خرجي مع التخسار ديال الهضره. انا مسامحه لانه هي اللي كانت داخله ما بيناتنا بلا ما ندويو على الناحيه ديال التعويض والسحر، حيت كانت هي كتعطيه ليا باش انني نلوحو شاركتني فيه. ملي تاكدت بلي انه انا وبما كنتحملوش وديما مضاربين ومناقرين، ولات كتجرني عندها في الوقيته اللي هي كترشق ليها، كانت كتعطيني واحد الميكا وكتقول ليا سيري لوحيها في الخلا في البلاصه اللي فيها شجر. وانا فاش كنت تنقرا في الاعدادي في ديك الطريق كنت ندوز من واحد البلاصه اللي فيها شجر اللي ما خصنيش ندوز منها، ولكن كندوز منها باش انا نختصر الطريق. واحد النهار ضرني راسي وقلت اش يشوف ديك البلاستيكه شنو فيها اللي كتعطيني كل مره اللوحه. كانت عندي واحد البنت صاحبتي اللي كانت قافزه شويه، قلت لها راه مرات با كتعطيني كل مره واحد الميكا كحله اللوحه وما عرفش شنو فيها، وكتقول لي ما تقربيهاش من حوايجك ولوحيها في الشجر. امتى كتعطيها لك؟ مع الزوج. فلحتيها مع داك الشجر، صافي فاش نكونوا غاديين نمشيو نقلبوها. مشينا ولقيت ديك البلاستيكه اللي لحت، حلات هذيك صاحبتي بواحد العود ولقينا محطوطين بزاف نتاع الشروط نتاع بابا مع شي حاجات اللي كانوا مرشوشين وخانزين. بقيت مستمره معاها بحال هكاك وعمرني ما قلت لها لا، واذا قلت لها لا كنحكم على راسي بالاعدام. كانت تقول لي ما تجيش عندي للكوزينه حيت تنقاد شي حاجات. فهاد الوقيته كلها العائله ديالي اللي كانوا تيبغيوني في حياه ماما الله يرحمها، عمر شي حد من بعدها ما هز التليفون وسول فيا وقال لي اجي دوزي عندي العطله. اختي اللي صغر مني وبزاف كيعيطوا في التليفون باش انهم يسولوا فيها وما يسولوش فيا انا. بحال واحد النهار جات واحد عمه بابا اللي والدني وجابت الكادويات لبابا اللي مربيني والمرت بابا الحقيقي والاختي اللي كانت مازال بيبي، وحنا كنا جالسين كاملين مجموعين. قسما بالله اذا بدات كتفرق عليهم حتى وصلت عندي وقالت لي اسيا سمحي لي نسيتك، ودازت كانه شيئا لم يكن. انا ما مهمنيش واش تجيب ولا ما تجيبش، ولكن غير ديك الحركه بحد ذاتها ضرتني بزاف. داكشي هرسني وخصوصا في ديك الوقت تاكد ليا بلي انه واخا يوقع اللي وقع ليا من مرات با حتى حد ما غادي يعتقني ولا يعارضها ولا حتى يوقفها. لقيت انه نهار مشات ماما مشات معاها قيمتي، حتى من الجيران كانوا مغلوبين في الامر ديالهم، كاين اللي كيعنق لي بالتخبيه ويبكي معايا، كاين اللي كيدعي معايا الله يصاوب ليك، ولكن ما تيقدروا يديروا حتى شي حاجه كيخافوا من ديك مرات با. وقت ما كنحط راسي على المخده دموعي كيبقاو كينزلوا غير بوحدهم. هاد مرات با تعدات عليا وكانت كتحرش عليا وتقول لي ويلي ما تصرفش عليك ما تيديرش ليك. فاش تيجي تنقولها ليه انت ما كتصرفش عليا، وكنقول لك عطيني وما كتعطينيش، والعصا والمعيور انت الاول، تيدخلني البيت ويعصيني بحال راجل مضرب مع راجل، ما مره ما زوج تيضربني حتى كنولي كلي دم. بعد مره تنقول ليه حليا نخرج في حالي كل مره وشنو تيوقع، وانا ما على باليش بلي انه كاين اللي كتحرش كل واحد فينا من جهه وبلي دايره شحال من حاجه. ولكن اللي كان تيجنني اكثر هو انها لما كانت كتهضر لي على ماما اللي ولدتني، ماما كفاعله وتاركه وشنو يسحب لك راسك امك ليحاك الى ما اخره. انا كنجهل ما كنتش كنقد عليها في الضرب حيت كانت كبر مني، ولكن اذا شدتني بشعري حتى انا كنت كنشدها بشعرها. تعلمت ما نستسلمش وندافع على راسي. حتى لواحد النهار كنسمع هاد مرت با مضاربه مع بابا على ماما الحقيقيه. واحد النهار جدوزها هي دوز لي امي الحقيقيه وانا نعايرها، عايرتها بالتخسار نتاع الهضره وضربني حيتاش عايرتها، عايرتها حيتاش قالت لهم شدوا بنت ولدكم ما بغيتهاش. هادشي باش كبرتني ديك خالتي اللي كنت جلست عندها وقريت. مرت با فين ما تخاصمت معاها
كتقولي شنو صحاب ليك راسك، راه امك غافيه عليها وتاركه. حتى لواحد النهار قلت والله حتى نقلب على هاد امي صباح وعشيه وشوفها كي دايره اللي انا كنت عايره بها. انا عارفه بلي انت اسيا عندك امك اللي والداك هي فلانه، وعندك اختك من امك اللي سميتها فلانه. هادشي اللي انا عارفه عليها وصاف، ما عارفه لا كنيتها ولا حتى حاجه. حتى تفكرت واحد النهار بلي انا وبا كان تيدوي معاه في التليفون، اذا متى راه كاينه عنده. خليت حتى كنت بوحدي في الدار وبان لي التليفون تاع با، وجبت منه 14 النمره اللي كانوا بلا سميه. اقسم بالله الا نمره وحده شفتها في وسط ديك 14 حسيت باللي هي نتاع امي الحقيقيه. اقسم بالله الا قيد النماري كلهم، ولكن ديك النمره كان واحد الاحساس كبير من جهتها. غادي نهزها وغادي نصوني عليها بريفي. الو، جاوبتني بنت صغيره. الو فلانه. اه فلانه، شكون معايا؟ قطعت عليها، عيطت لصاحبتي وقلت لها اجي عافاك عندي لدابا. تلاقيت بها وقلت لها هي كلمت ماما ما قدرتش تخرج ليهم فمي. شكون هي؟ وهي وصافي يا صاحبتي، هي وصاف. دوزت النمره ودرنا لي كيت انا وصاحبتي، كل وحده فينا خدات وحيده. صونيت وعاودت جاوبتني ديك البنت الصغيره. انا شكون معايا؟ واش فلانه؟ اه شكون معايا؟ ماماك فلانه كاينه؟ ماما في السطح مع خالتي، شكون بغاها؟ عافاك كلميها ليا. صافي واخا قطعي، تنعيط لها وعاودي عيطي في التليفون. فعلا قطعت وبديت كنتشوف انا وصاحبتي وكنترعد شويه. عيطت لها مره اخرى بنمره بريفي. الو فلانه، شكون معايا؟ وكلمي لي بنتك عافاك. تلفت وعرفتها هي، وكنت مازال باغا نتاكد قبل ما نقطع سمعتها قالت لبنتها ياك البرهوشه. ما عرفت من عاطيه عاوتاني نمرتي، كيتفلاو عليا. عاودت عيطت مره اخرى قلت لها الو واش فلانه. تخلعات يصحاب لها بلي انا وشي حد كيتفلى عليها ونكرات. قالت لها صاحبتي ما عرفتش شكون معاك. انا في هذه اللحظه جلست في الارض حيت ربي اللي عالم بيا. بديت كنبكي. قالت لي صاحبتي ما عرفتش شكون. بقات صاحبتي بنتك آسية. لا انا ما عندي حتى شي بنت من غير هذه اللي حدايا. كانت كتهرب خايفه لا يكون شي حد كيتفلى عليها. انا غادي ندوي، انت هي فلانه وعارفه بلي امي سميتها فلانه وبنتها فلانه. قالت لي اكدي لي بلي انت هي آسية وندوي معاك. نطلع لك النمره. اييه الكلمه اللي قالت لي انا هي امك فلانه وعندي 4 نساء البنات، 3 معايا والرابعه هي انت، وغدا غادي ندوي لك. انا ديك الساعه بقيت قاده على الهضره حيت ضربوني الحيوطه وليت كنقلب على شي حيط نتسند عليه. صاحبتي فرحات ولكن انا لا. هنا بدات قصه واحده اخرى في وسط بزاف ديال القصص، قصه نتاع علاش وعلاش، وهذه كانت اخيب حاجه كتوقع لشي حد بحالي في الهويه ديالو. من بعد هاد المكالمه رجعت للدار عند مرتبه بحال ما كاين والو، وانا ربي اللي عين بيا. اذا كاين شي ماعن كنغسلهم، و الا كاين ما تتخضى، واذا بغيت ناكل عافاك اختي وخا ناخذ هذيك من الثلاجه وانا في دار با. هنا غادي نحكي لكم هذه المرحله الاخرى من حياتي. كانت عندي واحد صاحبتي في الثانويه اللي قرات معايا السانكيام والسيديام والباك الاول. كنت نقول غادي ناخذ نيفو باك ونشوف شنو ندير، ما كنت لا كنحفظ ولا نقرا ولا حتى شي حاجه. هذيك صاحبتي اللي كانت عندي حتى هي كانت ميته ليها امها، ولكن باباها مزوج وعايشه مع خوتها وحالتها كانت مستقره. عيطت على صاحبتي وقلت لها راني قلبت على امي البارح وها شنو كاين. امي عيطت عليا في نمرتي ديك الساعه وقالت لي غادي نجي نشوفك اليوم. درت معاها فين شويه، هضر معايا واحد الراجل اللي هو راجلها، بقات يقول لي فينك. قلت لها انا جاي مع صاحبتي وشافنا وجا لعندي. نتقات صاحبتي فين هي امها. هما كانوا خايفين لانه شي حد يتفلى عليها داكشي باش هو سبق، ولكن انا ديك الوقت كنت فاهمه بلي انه هي ما حملاش تشوفني. قال لي راه هيك فين جالسه. هي بقات بعيده وخلاته انه يتكلف. شافتني وناض كتعنقني وكتبكي. انا واقفه كيف الجماد ما قادره ندير والو، حتى الهضره ما قادراش نهضرها. فرحت وما كانت قنتاني فرحه وقلت الله حتى انا غتولي عندي ام وغنولي فحال البنات ونمشي ونجي من عندها ونتلاقى انا وياها. وابسط حاجه كنت كنقول غادي نولي نكتب على نمرتها ماما وتولي تعيط ليا. كنت كنتسنى انها غادا تبغيني وتفرح بيا وتعوضني والو معنويا ماشي حتى ماديا. ملي فاش تلاقيت معاها كنتفاجئ بواحد خيبه الامل اللي خلات لي بروفوكاتي اللي خلاتها تشوف الخيب فيا. يعني كنت متوقع انها غادا تبغيني ما بغاتنيش، كنت متوقع انها تعوضني ما عوضاتنيش. بالعكس هي قالت بلي عائله راجلها ما خاصهمش يعرفوا عندها بنت. يعني ما زدت مرض فهمتي، بس كنقول يا ريت لو ما عرفتهاش. مشات هي وراجلها وكانت مره كدوي ليا. مع الوقت لقيتها كانت كتكذب عليا. انا ما عنديش الفلوس، كان كيسحب ليا بلي انني جايه على طمع. كتقول لي انا ما خداماش وهي خدامه، واش لا حوايج اللي ما كيتقاداوش. وصلت لواحد الوقت بديت كنعايرها، علاش درتي ليا وعلاش خليتيني وعلاش وعلاه واش انت يا ام. هي بدات كتقول لي قصه وحده اخرى، بدات كتقول لي بلي انه بنتي انا كنت مع باك كانت عندي 17 سنه وباك حرق وخلاني حامله بك 3 شهور. القصه اللي كتقول لي بلي انه باها كان ميت وكانت عايشه مع مرت باها وغادي تعرف على بابا سكنت معاه في الحرام وقع اللي وقع وحملت بيا. انا ذاك كانوا ساكنين عند ديك عمتي اللي لاباس عليها، وبين ليله وضحاها بحرق
بلا ما يقول لها شي حاجه. من موراها اختو قالت لها خرجي من الدار، انا ما قاده على صداعات. السيد مشى وما يبقاش يرجع، كتقول لي بلي كانت مكرفصه ومليوحه في الزنقه. وصلت واحد الوقيته فين انها تولدني، فعلا ولدتني في واحد السبيطار اللي كان شافها هزاني كطريبيه وعودت ليه شنو كاين. هو شافها باقا صغيره وزوينه وقال لي نتزوج بك ونسترك، ولاني عائلتي ما يعرفوش بلي انك عندك بنت. شنو نديرو ما نديرو، غادي تجيبني عند عائله با. وقالت لهم شدوا بنتكم ربيوها، اذا ما شديتوهاش غادي نلوحها. هذه هي كانت القصه اللي قالت لي. انا هاد الاثناء مشيت في حالي، وانا وسط هاد المشاكل كلها كنت وصلت لمرحله الثانويه اللي فيها عرفت زوج نتاع الانواع ديال الناس، كاين اللي تيبغيو لك الخير بدون سبب، وناس اللي دايرين فيها انهم كيبغيوك باش انهم يجروك للطريق الخايبه. كتلقاي بنت ما خصها حتى شي خير وخارجه على الطريق، وكتشوف كنتي عندك مشاكل وغارقه وسط منهم وشاده في راسكم قاتله وكتحاول انها تجرك. انا كانت صاحبتي اللي هي رفيقه السوء، كتكمي كتشرب كدير بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين، كانت كتجرني معاها حتى كنقرب نتجر، وكنحس بلي انا ربي كيحفظني ويبعدني تنكون في الهاويه وربي تيجرني. تخيلوا مرتبه كانت كتعاونني على الهاويه، اذا قلت لها اليوم بلي راه كاين واحد العيد ميلاد في واحد البلاصه فلانيه اللي هي بعيده، كتقول لي غير سيري خلي باك ينعس وخرجي. ما كانش حتى هي باغيه ليا الخير. الوقيته اللي كنت انا طايشه فيها كان ربي وحده بوحده هو اللي تيدير لي شي تخريجات اللي كانوا عاجبين. الباك الاول ما شديتوش، وهنا جاني تأنيب بالضمير وحسيت بلي انه اذا هاد الباك ما عنديش ما غادي نقدر ندير والو في حياتي، واصريت انني نكمل في قرايتي. عاودت العام الثاني وسقطت فيه غير بالفصيله، عاودت العام الثالث ودرت فيه راسي وتقاتلت وشديته. من بعد درت واحد السونتر نتاع واحد التخصص في عامين وقريت باش نخدم. بابا لي رباني اللي كان بالنسبه ليا هو با الحقيقي. وصلت واحد الوقيته اللي فيها تزوج مع واحد الانسانه اللي كانت كفاس من مرتبه، غادي يديروا اليد في اليد ودوروني، تحموا عليا، والهدف ديالهم ولاو انهم يطيحوني ويهرسوني ونساو اللي انا ربي كاين. كل مره وحده كانت كتخرج عليا شي اشاعه بلي شفرت ليها شي حاجه، كل وحده كتقول لاخرى راجلك راه دار الاسيه وشرى ليها وعطاها. با اللي رباني اختار حياته وخسر عليا زوج ديال الكلمات. فاش كنت نقول لي عافاك عاوني ندير شي حاجه في حياتي، شي طوموبيل شي بروجي شي حاجه اللي تهزني لقدام، كان تيقول لي كبرناك قريناك خدمناك الله يجعل البركه. ما كذبش عليكم متفقه معاه، مين قال هكا راه خير وسابق، غير هو بالنسبه لي انا ما بقيتش بنته، وانا تنشوف راسي باقا بنته. دار دارو ولد وليداتو وانا تنسيت، وانا باقا محتاجه معنويا. تنقول دابا الا كتاب وبغيت نتزوج شنو غادي ندير، شكون غادي يكون معايا، شكون غادي يوقف معايا، ما عرفتش. انا اليوم تاكدت بلي انه ما عندي حتى شي حد من غير الله، لا ام لا اب لا حتى عائله، انا ضحيه ديال زوج ديال الناس اللي غلطوا في الحرام. انا مازال معاهم في الدار، ما كرهتش صراحه توقع شي حاجه في حياتي تبدل لي كلشي، عارفه بلي انا ربي غادي يعوضني، وانا في الانتظار ومتلهفه الجزاء ديال ربي على الصبر اللي صبرته، حيت اللي داز عليا والله ما ساهل. كتعيط لي غير الا احتاجت شي فلوس، اللي غادي يقول لي لا ماك خاصك تطلبي رضاها واخا ما عرفتش شنو دارت لك. انا بالنسبه ليا لا، امي هي اللي في القبر، هي اللي جابتني وحماتني من شر العالم، هذيك هي امي. اما الام اللي كتولد وكتلوح، خلينا نقول لكم بلي انه القطه اذا ولدات كتشدهم بسنانها، وكاينه فيهم كاع اللي كتاكلها حيتاش عند بالها بلي انها كتحميهم وكتبي ترجعهم لكرشها، قوه الخوف ديالها عليهم. انا امي ما خافت عليا، ما ضربت همي ما سولات فيا. اما بابا اللي رباني وكان ليا سند كيف قلت لكم، خسر عليا زوج ديال الكلمات وزاد في حاله. كتقول اسيا بلي انا اليوم كنحس براسي حره مقارنه مع شحال هذه، كنت كندخل للدار وانا خايفه حيت داك الاكسجين اللي كنت كنتنفسه في دارنا كنت كنحس بلي انني كنخلص عليه، وجهي ما نقدرش نشوفه في المرايه، والنظره ديال المجتمع ما كنتش كنتحملها. لا غادي يضحكوا عليا حيتاش ما عنديش امي، انا حشمانه حيتاش تيقولوا بنت الحرام وعذروني. اليوم تبدلت، وليت كندوز من الدرب وراسي مرفوع، كندخل للدار كاس هو الاخر والله ما تنغسلو، تقلبات الايه ولات هي اللي كتخف مني، ما عرفش علاش ولا حتى كيفاش، واش انبها ضميرها وفاقت وعرفات شنو كدير، واش كتشوفني كيفاش كنتعامل مع ولادها اللي هما خوتي، ما عرفتش. ولكن مره كتجي عندي وكتقول لي المسامحه اسيه، ولكن انا عمرني ما غادي نسمح ليها. المهم انا وليت بحال شي وحده اللي كاريه، كندخل ما كاينش اللي يقول لي ديري هذه ولا هذه. خلاصه انا اليوم وليت كنشوف راسي وصافي، وباغا نزيد القدام خدمتي وحياتي. عندي واحد الرساله. الله يرحم الوالدين اللي كيديروا الاغلاط، راه نتوما كتعيشوا هانيين ولكن الضحيه اللي كياكل العصا وكيتعذب. ايه راه شي مقدر الله وغادي يفوت، وانا كيما كنقول انا راه ربي غادي يعوضني انا متاكده. ايوا تقوا الله كاع يا اختي، الا ولدتي الا غلطتي ولدتي حاولي تصلحي غلطك، الا ما قدرتيش حاولي انك ما تفرطيش فيك بنتك، ما تخليش بنتك ولا ولدك يتعذب. راه بحال هكا كتخرجوا نقولوا انا الحمد لله كيما كنقولوا كيما كان ديما كنقولها ومازال غنقولها، انا ربي راه كان كيحفظني، راه كنت حتى كنكون في
مرحلة الخطر وكيرجعني ربي للطريق. وما كتغلطوا واحد اخر كيخلص غلطكم، والمجتمع راه ما كيرحمش، راه كيشوف واحد شوفه ديال عندك ولد ولا بنت الحرام، فحال انت اللي اختاريتي عندك تكون ولد ولا بنت الحرام. حتى الميساج اللي خاصو يفهموه المجتمع راه كاع واحد ولا وحده امها وباها غلطوا ولدوها في الحرام، ما عندها حتى شي ذنب. انا شنو الذنب ديالي؟ عند امي وبا كانوا مصاحبين ولدوني وهو زاد حرق وخلاها، وهي باش تعتق راسها ضحات بيا انا، وغنجي مرات با وغيجي المجتمع يشوف في واحد شوفه ديال عندك انت راه بنت الحرام، راه دونك ما كتسويش، دونك راه غادي نديرو منك اتونسيون، دونك راه انت ما مزيانش وانت باقي صغيره، وغتجي مرات باك وغتقول لك وكانت امك مرا كاع ما غتلوحك يمسحو فيك اللي يسوى اللي ما يسوى، يمسح فيك يديه ورجليه كاع، ما تخليك ديعابي العيالات يديرو فيك ما بغاو. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه كانت حكاية أسيا يا سادة الكرام. كيف جاتكم هذه الحكاية عجيبة وغريبة؟ أنا صراحة ما عندي ما نقول، وغادي نخليكم نتوما اللي غادي تقولوا، حيت أسيا محتاجة تسمع كلامكم. أنا كلامي أعطيته لها في الخاص، نتوما اللي محتاجة تسمع كلام ديالكم، محتاجة تسمع الإيجابية ديالكم. غير عندي واحد النقطة بغيت نقولها لأسيا، إذا نهار كتاب وبغيتي تزوجي ما تضربيش الهم، غير عيطي عليا وغادي نجي أنا والعائلة تاع سلامي لي كلها، وغادي نكبرو بيك ونكونو فيها أمك وباك وخوتك واللي بغيتي، ونحمرو ليك الوجه. كل واحد فينا وشنو غادي يدير، ما تضربيش داك الهم. إذا فقدتي ديك العائلة غير عيطي علينا حنا نعوضك بالأضعاف منا. هذه هي كانت حلقة الليلة، وراك آية من الجمال تبارك الله ورائعة خلقا وخلقا. الله يحفظك واستمري أنك تزرعي الإيجابية في راسك وتبدلي راسك وتبني حياتك ومستقبلك. هذه هي كانت حكايتنا الليلة، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.